مشاهدينا الكرام في كل مكان، ليلة صافية رائعة، جو كورة، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة، ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. كرة خطيرة على اليسار، يحاول أن يلعب كرة بينية. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، يرسل هدف رأسية مذهلة. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحصل على المساحة. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. يغير اتجاه اللاعب على الجناح، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، فرصة هجوم معاكس، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يمر ويلعب كرة بينية، يلعبها إلى الحارس، وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين. بعد الشوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع، الآن فرصتهم للمرتدة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق والتسديد. تمريرة جميلة، يلعبها ببراعة. تغيير لاعب على الأجناب. تمريرة جميلة. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب.
عليهم عمل سيء من أجل تغيير النتيجة وتجنب الوقت الإضافي وركلات الترجيح. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. أفقد الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. كرة عرضي يحاول لعب الكرة بالرأس. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يبعد الكرة عن المرمى. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يلعب كرة بينية. تسعين دقيقة من الركض لم تكن حاسمة. هيا بنا إلى أوقات إضافية. رغم الاندفاع البدني القوي الأداء الكبير، لكن النتيجة لا زالت 0-0. مباراة 0-0 أفضل من مئات المباريات بأهداف. أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والنتيجة هي التعادل. بالتالي سنذهب وإياكم إلى الأوقات الإضافية. الشوط الثاني ينطلق الآن والإشارة تتواصل. يقطع الكرة. لمسة بينية. لعبة جميلة تزيد أجمل. تساهلوا في الضغط عليه، تستحقوا العقاب منا. والان وهكذا اذا نصل الى نهايه الشوط الاضافي الاول. الفريق اللي عنده نفس طويل، لياقه البدنيه القويه جيده، ربما فرصه اكبر في حسم المباراه. ونعود الان مع انطلاقه شوط المباراه الثاني. بذل الكثير من المجهودات في الدقائق الماضية. هل يمكنهم الفريقين مواصلة ذلك لمدة ربع ساعة أخرى؟ يحاول تمريرها من بين المدافعين. ولا تغيير سيتم مع توقف الكرة. تلعب الكرة إلى الأمام. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يبحث عن المهاجم. هجمة مرتدة الآن. يعيدها إلى الحارس.
وصلا للمباراة.